مساء الفل، اهلا بكم معنا في كلمه السر. الحقيقه خلونا النهارده نبدا باحلى كلمه سر في حياتنا، الاب والام وبالوالدين احسانا. امبارح كان اليوم العالمي للوالدين. الامم المتحده اعلنت من 1 يونيو كل سنه اليوم العالمي للوالدين. الكلام ده حصل في 2012، كل سنه في 1 يونيو العالم بيحتفل باليوم العالمي للوالدين. الحقيقه لو قعدنا نتكلم عن الوالدين هنتكلم الحلقه كلها. ربنا يحفظهم، ربنا يحفظ كل أب وكل أم ويديهم الصحة ويديهم العافية. هم الحب، هم الحنان، هم كل حاجة حلوة، هم سبب وجودنا الحقيقة. واللي مات منهم ربنا يرحم أبويا، وربنا يرحم كل أب وكل أم ماتوا، ويجعل مسواهم الجنة ويلحقنا بيهم على خير. اللي مزعلهم يراضيهم بسرعة، واللي ما شافهمش من فترة يطلع يجري ويترمي تحت رجلهم ويبوس ايديهم ويبوس رجلهم. الأب والأم ما بيتعوضوش في الحياة، هم الظهر وهم السند الحقيقي في الحياة. كل سنة وكل أب وكل أم طيبين وبخير، ويا رب اللي عايش فيهم تبقى حياته كلها سعادة، واللي ميت فيهم يبقى في الجنة إن شاء الله، ويدعي لنا وندخل معاه. ومن الأب والأم، من الحاجة الحلوة، تعالوا نروح لكلمة السر اللي شغلانا ومحيرانا كلنا الحقيقة. الأسعار والحرب الروسية الأوكرانية. الحرب الروسية الأوكرانية شكلها مش باين لها آخر الحقيقة. أمريكا بعتت أسلحة تقيلة لأوكرانيا، روسيا قالت إن ده بيزود فرص المواجهة المباشرة بين أمريكا وروسيا، مواجهة مباشرة يعني حرب عالمية، يعني أسلحة نووية. وروسيا فعلا بتعمل دلوقتي تدريبات على الأسلحة النووية، ربنا يسترها. لكن الأهم في تأثيرات الحرب دي علينا الحقيقة، تأثيراتها علينا في الأسعار. الأسعار اللي زادت في العالم كله، وإحنا دولة من دول العالم اتأثرنا والأسعار زادت. في مايو اللي فات رغم أن الدولار كان عالي، الدولة قررت أنها تحافظ على سعر الدولار الجمركي عند 17 جنيه علشان تشيل شوية من الحمل عن الناس، تتحمل عن الناس، تتحمل الفرق بين سعر الدولار الجمركي والسعر بتاع الدولار اللي في السوق. وزارة المالية قررت امبارح انه سعر الدولار الجمركي يبقى زي سعر الدولار العادي 18 جنيه و64 قرش، يعني زيادة حوالي 10% تقريبا. يمكن الحاجة الكويسة ان اسعار الخضروات والفاكهة تحديدا في العالم كله بدأت تنزل شوية، فده ال 10% دي مش هيزودوا في الاسعار بتاعة الخضروات والفاكهة. لكن زيادة سعر الدولار الجمركي ده ممكن يزود أسعار سلع تانية كتير، ممكن يزود أسعار سلع تانية كتير في وقت كلنا بنشكي فيه من زيادة الأسعار، وكلنا الحقيقة يعني عايزين نطمن، عايزين نطمن على اللي جاي. الدولة بتعمل اللي عليها، وأنا شايف الناس كلها الحقيقة بدأت ترشد في الاستهلاك وتشتري بس اللي هي محتاجاه. لكن محتاجين كمان نطمن على المستقبل. قرار رفع سعر الدولار الجمركي هيأثر علينا بإيه وهيزود أسعار إيه؟ معانا على التليفون الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد. يا دكتور مساء الفل. مساء النور، أهلا يا فندم بحضرتك وبكل السادة مشاهدي البرنامج كلمة السر الكرام. الدولة في مايو ثبتت سعر الدولار الجمركي، ما زودتوش. من أول يونيو زاد السعر 10% تقريبا. ليه حصلت الزيادة دلوقتي؟ يعني طبعا إحنا يعني نوضح في البداية إيه يعني ما هو الدولار الجمركي. يعني هو الدولار الجمركي للذي لا يعلم، هو يعني هو أولا يعني قيمة افتراضية. الدولار الجمركي ده حاجة افتراضية، ما فيش حاجة بتتمسك في الإيد اسمها دولار جمركي. تمام. ولكن هو المقياس أو المعيار اللي بيتم بيه تحديد الجمارك على السلع المستوردة. يبقى الدولار الجمركي هو متعلق بالسلع المستوردة ومتعلق بالجمارك بتاعتها. بمعنى ان اي مستورد استورد بضاعة مثلا بمليون دولار، هنحسب عليه الجمارك، بنحسب عليه اذا كانت الجمارك 10 20 30%. تمام. ب30% من المليون دولار يبقى 30,000 دولار، وال30,000 دولار دول يتم تقييمهم ليس بسعر الدولار اللي في السوق اللي هو كان 18.5، ولكن بسعر الدولار الجمركي اللي كان اقل جنيه تقريبا. تمام. وده طبعا يعني بنقول حاجه استرشاديه بتقوم بيها الحكومه او الدوله او وزاره الماليه علشان تعمل نوع من انواع ضبط اسعار السلع المستورده بالاساس. كلام حضرتك يا دكتور معناه انه
لما بنزود ال 10% ده مش زياده 10% في السعر، ده زياده 10% في الجمارك فقط لا غير. اه مش في سعر السلع، في الجمارك يعني تقريبا لو نسبناها لسعر السلع الرئيسي ممكن تبقى 2-3% ده على اقصى تقدير. 2% او 3% تمام. اتفضل. على اقصى تقدير على حسب السلعه. برضه في حاجه تاني اسمح لي اقول لك، برضه في حاجه تاني بتغيب عن كثير من الناس، ان مصر داخله في عدد كبير من الاتفاقيات التجاريه مع كل دول العالم. مظبوط. مع مجموعات كبيره من دول العالم زي منطقه التجاره الحره الافريقيه، زي تجمع امريكا الجنوبيه الماركسور، زي الاتحاد الاوراسي اللي فيه روسيا وبيلاروسيا وارمينيا وطاجكستان، زي اتفاقيه الشراكه الاوروبيه، زي منطقه التجاره الحره العربيه. وبالتالي كل السلع والمنتجات اللي بتجيلك من الدول اللي انت عامل معاها اتفاقيه تجاره ده بتجيلك بزيرو جمارك. يعني القرار ده مش هيأثر على اسعارها؟ المفروض طبعا ما يأثرش. ايضا في نقطه تاني بتغيب عن الناس علشان نشوف الموضوع بكل جوانبه ما ناخدوش من جانب واحد. تمام. ان لما انت بترفع الدولار الجمركي ده بهذا المقدار، فده طبعا المستورد بحكم ان هو نشاط تجاري وشركه، فده بتضاف لوعاء الضريبه بتاعه، معناه ان هو بيتم الاضافه للمصروفاته. وفي النهايه لما بننظر الى صافي الضرائب اللي بتطبق عليه، فبنخفض القيمه اللي زادت دي بتتخفض من بتتخفض من الضرائب اللي بتفرض عليه بشكلها النهائي. دي الابعاد المختلفه للدولار الجمركي. كمان طب خلينا نقول يا دكتور كلام يهم الناس على طول، ده هيؤدي لارتفاع اسعار سلع معينه؟ المفروض هيؤدي الى ارتفاع بنسبة بسيطة جدا، اللي هي 2% او 3% زي ما قلنا، يعني على حسب الضرائب اللي مفروض الجمارك اللي مفروضة على السلعة دي، ولكن هتكون يعني سلع قليلة. زي ايه؟ ايه السلع دي؟ لا يعني الغالب ممكن تكون ادوات التجميل، ممكن تكون الصناعات الجلدية، يعني طبعا اغلبها بتكون صناعات ملهاش مثيل محلي. تمام. بتكون صناعات ليها مثيل محلي. يعني الصناعات، لان الجمارك اغلبها بتفرض على السلع اللي ليها مثيل محلي، زي مثلا صناعه الاساس بحكم ان مصر دوله مصنعه للاساس، فاحنا المستورد هيزيد سعره هيزيد. المواد التجميليه، السلع الترفيهيه اللي يعني مالهاش احتياج، اللي مثلا بعض المصنوعات الجلديه، السيارات. ايه السيارات طبعا برضو قطع غيار السيارات عليها جمارك، يعني تقريبا عليها جمارك. ايضا ممكن نتكلم في لكن السلع الاساسيه محفاه، الادويه محفاه، يعني اغلب السلع الاساسيه والمهمه والمرتبطه بالسوق وبالمواطن دي بتبقى محفاه، فالمفروض ما تاثرش عليها. ممكن تاني نتكلم عن الخضروات والفواكه المستورده. احنا دوله منتجه وعندنا خضروات وفواكه، وبالتالي اللي بيستورد فواكه دي بنعتبرها رفاهيه، فدي بتبقى عليها جمارك، فدي اللي ممكن اللحوم تزيد وهكذا. يعني هي دي الفكره. اللحوم يا دكتور. نعم اللحوم. اللحوم هل هي يعني احنا اللحوم اغلب اللحوم المستورده من مصر الغالب الاعم ليها 90% مستورده من السودان، والسودان داخله معانا في اتفاقيه التجاره الحره ومنطقه الكومسه، فاللي بتخش منها جمارك. بتخش منها من غير جمارك. لكن انا بقول ممكن تكون في لحوم، يعني حتى لو لحوم مستورده مثلا من البرازيل زي اللحوم البرازيلي، احنا منطقه الماركسور عاملين معاها منطقه تجاره حره، فبالتالي ما عليهاش جمارك. لكن لو واحد استورد لحوم معينه بمواصفات معينه من دوله ما فيش بينه وبينها اتفاقيه، فغالبا الجمارك عليها هتزيد وغالبا سعرها هيزيد. فبصفه عامه يعني الهيكل الواردات الاساسي او اغلب السلع اللي بنستوردها الاساسيه والمهمه المفروض مش هتتاثر. يعني بنقول للناس بشكل بسيط انه معظم السلع الاساسيه مش هتتاثر بالقرار، وحتى السلع اللي هتتاثر بالقرار الزيادات فيها هتبقى من 2-3%. يعني في حدود على حسب الجمارك اللي على السلعه، وبرضه لازم نضع في الاعتبار في بعض المستوردين بيتلاعبوا. في بعض المستوردين بيستغلوا الفرص ويرحل الارتفاع للاسعار ويحققوا مكاسب، يعني التلاعب هيكون موجود، واحنا هنا بنطالب بالرقابه، الرقابه هي اللي هتحجم الموضوع ده. تمام، انا شاكر ليك دكتور كريم العمد. الحقيقه كلام مهم، ما نقلقش، معظم السلع الاساسيه ما عليها جمارك اصلا، فالجمارك مش هيزيد، فبالتالي سعرها مش هيزيد. السلع اللي عليها جمارك سعرها هيزيد من 2-3%، لان الزياده في الدولار الجمركي دي زياده في الجمارك اللي بتتحسب، مش زياده في سعر السلعه نفسه.
المسألة الثانية والأهم هي الرقابة، لأنه المستوردين اللي بيتلاعبوا مش هنقدر نحكمهم غير بالرقابة. ومن الأسعار تعالوا نروح لكلمة السر الثانية اللي شغلتنا كلنا الحقيقة، الكورة. احنا ما كانش لينا حظ في 2022 خالص، يعني خسرنا نهائي أفريقي، خسرنا ان احنا نوصل كأس العالم، محمد صلاح خسر الدوري وخسر دوري أبطال أوروبا، والأهلي كملت في الآخر بالأهلي لما خسر النهائي الأفريقي. لكن الحقيقة محمد صلاح عجبني، قال كلمة مهمة جدا، قال انه زعلان جدا انه خسر الدوري أوروبا ودوري إنجلترا، لكن ده ما يمنعش ان نفس الدوري الجديد، نفسه ان الدوري الجديد يبدأ بكرة. لازم دايما نبقى متفائلين ودايما نبص للمستقبل. اذا كنا خسرنا بطولة افريقيا، المنتخب خسرها، فبطولة افريقيا الجديدة التصفيات بتاعتها بدأت، واللي ضاع ممكن يتعوض. إذا كان المنتخب ما وصلش كأس العالم، ده كل 4 سنين في كأس عالم، والاتحاد الدولي كمان بيفكر يخليها كل سنتين، هيبقى عندنا فرصة نوصل كأس العالم. المهم إن احنا نتعلم من أخطائنا، المهم إن احنا نصلح أخطائنا. الأهلي الحقيقة الماتش بتاعه كان فيه ملاحظات أساسية. طبعا الاتحاد الأفريقي ما فيش عدالة خالص، يعني اللي حصل، يعني أنا كمان مع موسيماني لما قال إن الكرة لما كانت بتطلع الولاد ما بيجيبوهاش. الحقيقة ده حصل، لكن مدرب الأهلي يعني ارتكب أخطاء ما ينفعش يتسكت عليها، لا في التشكيل ولا في خطة اللعب. وكمان الأهم، الأهلي طول عمره مشهور عنه أنه بيلعب بالروح، روح الفنانة الحمراء ما كانش موجودة، ما شفناش عند أي لعيب في الماتش ده الحقيقة. مجموعة من الظروف اللي تخلينا لازم ندرسها كويس، لازم إدارة الأهلي تدرسها كويس، لازم تتعلم منها كويس، لازم تصلحها كويس، لأن البطولة الأفريقية الجديدة هتبدأ. وما ننساش الأهلي كان خد البطولتين اللي قبل كده ورا بعض، الأهلي واخد 10 بطولات في أفريقيا، أكتر فريق في أفريقيا تتويجا بهذه البطولة. والحقيقة عجبني إدارة الأهلي لما قالوا إن الجيل ده من اللعيبة فرح الجماهير كتير، وما ينفعش إن احنا نذبحها. الحقيقه فرحوا الجماهير كتير، لكن وموسيماني خد بطولات مع الاهلي ما ننكرش ده، لكن في النهايه حصلت اخطاء، زي ما الاتحاد الافريقي ما كانش عادل، وزي ما انا بعتبر ان هو اهدى البطوله الحقيقه للوداد. كمان الاهلي كان فيه اخطاء، كان فيه اخطاء كلنا شفناها، وكان فيه اخطاء لازم تتصلح. معانا على التليفون الكابتن احمد بلال، نجم منتخب مصر والنادي الاهلي. يا كابتن مساء الفل. مساء الخير يا خالد، ازيك، الاخبار؟ اخبارك انت؟ شفت الماتش طبعا؟ كله زي الفل والله. طبعا. ايه اهم الدروس في الماتش دي يا كابتن؟ بص هقول لك من وجهه نظري الشخصيه طبعا، يعني انت اتكلمت، انا كنت بسمعك كنت بتتكلم دلوقتي على الاتحاد الافريقي والمساوئ بتاعته، واضف الى ذلك انا مع احترامي الشديد للناس الاتحاد المصري لكره القدم، يعني انك ما تبقاش كير ان انت تشوف الفرق اللي بتلعب عندك في البطولات سواء كان بيراميدز والمصري او النادي الاهلي، وتبقى واحد من ضمن الناس اللي يكونوا حريصين طبعا انك تنظم البطوله دي. فانا بشوف ان ده يعني كانت مهمه اساسيه للاتحاد المصري، خاصه بعد ما بطوله الدوري العام سلبت منه وراحت للرابطه، يعني فانت اصبح دورك يعني قليل شويه، فبالتالي لازم لابد انك تعتني بيه. وان ما كنتش انت هتدافع عن حقوق الانديه بتاعتك، هتدافع عن مين؟ مزلوط. يعني خليني مثلا معلش من خلال البرنامج بتاعك خالد، يعني تمام، يعني نقول للناس يا جماعه لو تفتكروا روراو عمل ايه عشان الجزائر تصعد كاس عالم 2010، والنهارده لاكجع بيعمل ايه عشان بيعمل إيه؟ المغرب عشان النهارده يبقى عنده المغرب تصعد كاس عالم، فرقتين من عنده، واحده تاخد دوري الابطال والثانيه بنهضه بركان تاخد دوري تاخد الكونفدراليه، تمام. ده نجاح كبير بيحسب اولا للاتحادات. شفنا كمان الاتحاد الكره في تونس الحقيقه بيعمل ايه. كل بص يا فندم، كل الاتحادات بتشتغل باستثناء للاسف الشديد الاتحاد المصري لكره القدم. اذ لم تتدخل الدوله، تمام، اذ لم تتدخل الدوله المصريه في اي شيء يخص كره القدم، احنا ما بنلاقيش اي تدخل خالص على الاطلاق من الاتحادات للاسف، ولا اي مسانده، بالعكس. وهنا ابو رده بيعمل ايه يا كابتن؟ نعم، هنا ابو رده بيعمل ايه؟ ولا بيعمل اي حاجه، بيقعد في المقصوره.
راجل راجل زي الفل تمام التمام بقى يعني في المكتب التنفيذي بتاع الاتحاد الافريقي وصوت للمغرب كمان على التنظيم مظبوط. وفي المكتب التنفيذي بتاع بص مفيش اي حد للاسف كير بالكره المصريه. هو لا انا يعني مع احترام الاستاذ جمال علام ده راجل محترم يعني واخلاقيا محترم، لكن كروان يا جماعه فين التجربه فين الاكسبيرينس؟ يعني هل الاتحاد المصري النهارده لما جم لما نجحوا طلعوا عملوا بلان كده ولا يا جماعه احنا قدامنا اربع سنين هنشتغل 1 2 3 4 ولا اي حاجه بتحصل ولا اي حاجه. الاتحاد اللي بعده والاتحاد اللي قبليه ما عملش كده والاتحاد اللي بعديه هي نفس الدايره بتدور للاسف الشديد. تمام عشان كده كره القدم في مصر ملهاش رؤيه قدام. انا لا والاهم من الرؤيه يا كابتن ان انا بتفق معاك الحقيقه انه ملهاش حد يحميها لا منتخب ولا انديه خالص. يعني حاجه بتتكلم من شويه ان كاس العالم كل 3 سنين بيدرس الاتحاد الدولي ان يعمل كده. طب هل انت تضمن ان احنا كل 3 سنين ندخل بهذا بالفكر ده وبطريقه الاداره دي؟ مفيش تخطيط في كره القدم للاسف. للاسف في مصر مفيش تخطيط لكره القدم. وبدليل حضرتك بص على منتخبات الناشئين، لا مفيش منتخب بيصعد في حته ولا بيروح كاس عالم ولا في منتخب بياخد بطوله افريقيه. كان زمان بناخد كل المنتخبات الناشئين بناخد بطولات افريقيا وبنروح كاس العالم، النهارده لا بقت بصعوبه كبيره جدا 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 جدا. فللاسف يعني ما انا اسف ان انا اخدت وقت جزء في لا بالعكس يعني دي غلطه كبيره جدا ولازم نشاور عليها ولازم الحقيقه يبقى في تدخل من الدوله عشان تتصلح. يا استاذ خالد ده الراجل المدير التنفيذي بتاع الاتحاد بيقول لك انا نسيت الجواب اللي بعته للاتحاد الافريقي. يعني الحقيقه بص حاجه يعني يعني بص يعني ده ينفع يقعد مكانه؟ الحقيقه ما ينفعش يقعد مكانه والله. يعني وخد بالك هل هيبقى في محاسبه؟ الراجل موجود وزي الفل وتمام التمام وعادي جدا. مع احترامنا الكامل ليه شديد ليه. هو انا 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 انا, أنا شخصيا ما اعرفوش الحقيقه يعني انا ما اقدرش اقول لك هو اخلاقياته ايه، راجل نحسبه على اخلاق جيده يعني. لكن انا بكلمك شغل تنظيم. هل الكلام ده لو حصل مثلا في المانيا ولا في انجلترا ولا في اوروبا يعني ولا حتى في الدول العربيه يوم يعني. هل الكلام ده كانت عد كان 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 عدى كده او كان مره مرور الكرام؟ لا الحقيقه لا. لا لا طب تقول ايه؟ خد بالك الاهلي فنيا انا راجل اهلاوي يعني وانا مشجع للاهلي قبل ما اكون كابتن النادي الاهلي ولعيب في النادي الاهلي. الاهلي فنيا لا يستحق البطوله فنيا فنيا تمام. يعني الاهلي موسيماني لم يدر ما قدرش المباراه بحكمه ولا بحنكه تمام. واحنا كنا فنيا اقل بكتير جدا من من فرقه الوداد يعني تمام. بس هو ما نقولش ايه روح الفانيلا الحمراء كانت فين في الماتش ده؟ بص الحقيقه فنيا انا اتكلمت في الجزئيه دي للاسف الشديد شخصيه الاهلي ما كانتش موجوده في المباراه تمام. الروح القتاليه المفترض ان هي تبقى عليها لعيبه النادي الاهلي ما كانتش في المباراه. ممكن نقول ان الحاجات اللي حصلت ما قبل المباراه اثرت على اللعيبه ذهنيا اثرت عليهم. يدخل اللعيب برده الاستاد مركب الخامس وما يلاقيش جمهوره موجود في فاينل افريقيا برده اعتقد ممكن تكون اثرت عليه برده نفسيا. دي عوامل خارج الملعب لكن داخل الملعب لا. الحقيقه مستر موسيماني كان التشكيل هل كان الاهلي ينسحب؟ لا يا فندم ما ينفعش الاهلي ينسحب. الاهلي ينسحب بتخسر من رصيدك بتخسر من بطولاتك بتدي فرصه لناس ثانيه يعني تعتلي قمه افريقيا. السبونسر بتوعك اللي بيدفع لك عشان انت اول افريقيا ومن افضل خمس ست انديه في العالم في البطولات والانجازات دول برضو دي ليها ارقام. ففي حسابات ما ينفعش يعني انت مش زي زمان. انت النهارده كمدخول نادي يعني الانكم بتاع النادي بتعتمد على السبونسر بشكل صحيح. كبير. فالنهارده لو انت لا قدر الله مش موجود في افريقيا طب هيدفع لك ليه؟ هيدفع لك شيء الدوري العام. الدوري العام كله على بعضه بخمسة مليون جنيه. فاهم قصدي؟ في لعيبه في افريقيا بتروح كاس عالم للانديه وبتتوج وبتطلع كل ده يعني بيترجم كل ده فلوس في الاخر. طبعا لفلوس وارقام في الاخر. فما ينفعش باي حال من الاحوال انه الاهلي ينسحب. ومش الاهلي اللي ينسحب كاسما برضه يعني خلينا نتكلم ونتفق اسم الاهلي اكبر من انه ينسحب من فاينل بطوله انه يتلاعب مثلا او اتظلم فيه يعني. يعني الكابتن صالح سليم في 94 لما قرر ينسحب ده كان قرار غلط. بس خد بالك هقول لحضرتك على حاجه. انت في 94 برضه الامر كان مختلف تماما. افريقيا لا كان في كاس عالم للانديه ولا كانت يعني كانت بطوله افريقيا لها قيمه كبيره طبعا اكيد وضع طبيعي. لكن برضه ما كانتش بنفس القيمه اللي في الوقت الحالي. انت كنت بتكسب كام لما بتلعب بتاخد افريقيا في التسعينات؟
ارقام برضو يعني لا تعد. السبونسر مين؟ ما كانش في حد موجود، يعني يا دوب يعني عارف انت كشركه يعني مؤسسه الارام كانت هي اللي بتدفع للاهلي وللزمالك وبعض الانديه، لكن الوضع دلوقتي اختلف اختلاف كلي وجزئي. انت النهارده كل مباراه بتلعبها في افريقيا محسوبه ليك ماديا او عليك في خسارتها. في لعيبه في الاهلي انت شايف انهم لازم يمشوا؟ في لعيبه، انا مش 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 عايز اجزم بحته الرحيل يعني، لكن في لعيبه في النادي الاهلي لابد ان هي تراجع حساباتها، لابد يعني لازم في لعيبه في النادي الاهلي تراجع حساباتها، عشان هو اولا عشان يبقى ليه مكانه في النادي الاهلي. ما ينفعش الاهلي انا لعيب في النادي الاهلي. محتاج دعم في مراكز ايه؟ الاهلي محتاج دعم في الـ في الـ في الـ في, الـ في المان تارجت رقم 9 وبسرعه جدا. تمام، الاهلي محتاج دعم في الـ في الـ في, الـ في الرايت وينج. تمام، عندك مفيش غير حسين الشحات هو اللي ممكن يقدر يلعب في الحته دي، وحسين الشحات يعني مستواه ما بين طالع ونازل. صحيح. الاهلي محتاج دعم في الرايت باك، الاهلي محتاج دعم في السنتر باك خاصه لو انت هتمشي بدر بنون. تمام، الاهلي محتاج دعم يعني في البلاي ميكر، مفيش غير مجدي قفشه هو اللي بتلعب، هو الوحيد اللي موجود في النادي الاهلي لما بيقل مستواه او لما بيبقى في حاله داون ما بتلاقيش حد بديل ان هو يكون موجود او حد يخليه هو كمان يعني بلغه الكوره كده او بالبلدي ان هو يتنحرر يعني يشد حلو دايما او دايما يكون اليرت يقظ على طول. فدي الاماكن اللي بتقدر محتاج بن شرقي. بص الاهلي عنده عبد القادر في الحته دي بيقوم بدور كويس، بس عبد القادر الحقيقه انا بشوفه من احرف اللعيبه اللي موجوده في الدوري المصري في الوقت الحالي، لكنه لازم يشتغل على نفسه بدني كويس. يعني ما ينفعش انا يبقى عندي مهاره عاليه جدا وانا بدنيا بلعب 45 دقيقه. تمام. بدنيا بلعب 60 دقيقه. لا، فعبد القادر لازم يشتغل على نفسه بدنيا بشكل كبير جدا 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 عشان نقول ان عبد القادر ده رقم واحد في مصر في المكان ده، لكن هو قادر ان يكون رقم واحد في مصر في الحته دي. كابتن احمد بلال انا شاكر ليك. الاهلي فريق عظيم، مش معنى خساره بطوله ابدا ان جماهيره تتخلى عنه. جماهير الاهلي الحقيقه عمرها ما تخلت عنه ولا هتتخلى عنه. ودلوقتي تعالوا نروح لكلمه سر تانية مهمه جدا في حياتنا كلنا. في 1875 تم اختراع التليفون. فاكرين طبعا كلنا التليفون ابو قرص والتليفون بالمنافله. والله ايامها التليفون كان مفيد في حياتنا، كنا بنسأل بيه على بعض، كنا بنكلم بعض علشان ما بنشوفش بعض. دلوقتي بقى طلع الموبايل. الموبايل مش بس اللي بياخد مليارات الجنيهات من جيوبنا، لا، اللي كمان بيسرق حياتنا كلها طول الوقت، خصوصا الشباب فاتحين الموبايل طول الوقت، السوشيال ميديا طول الوقت، كل حاجه في حياتهم بيمارسوها عن طريق الموبايل. التليفون لما جراهام بيل اخترعه كان ايه، ودلوقتي وصلنا لايه؟ تعالوا نشوف التقرير ده عن رأي الناس في التليفون وفي أهمية الاختراع ده في حياتهم. النهاردة 2 يونيو ذكرى ظهور التليفون لأول مرة على يد المخترع ألكسندر جراهام بيل، عشان كده نزلنا الشارع نشوف رأي الجمهور في اختراع التليفون. انت بتحب تستخدم التليفون في ايه في حياتك؟ عادي، افتح الفيسبوك العب العاب كده، اتفرج على فيلم كده. لا في شغل بس، شغل ولا واتس بقى ولا ايمو ولا الكلام اللي ماليش فيه. التليفون دلوقتي بقى مشكلة كبيرة، الاطفال بيلعبوا بادج عليه وبيلعبوا مش عارف ايه وبيخشوا على فيديوهات وبيخشوا مصاريف كتيره بتستهلك بسبب التليفونات دي. الدنيا بقت تلاهي بسبب التليفون ده، ما عادش في حد مهتم بالتاني زي الاول كده ايه بسبب التليفون ده. برضه التليفون لو استخدمناه صح كان هيبقى افضل من كده بكتير، لكن هو احنا بنستخدمه على السوشيال ميديا اكتر بكتير جدا من ان هو اتصال. بيقرب يعني، انت شغلك في القاهره مثلا واهلك في اسوان مثلا او في بلد تانية، فبيقرب معاك يعني، مفيد جدا لينا يعني، بس في ناس بتستعمله غلط. بيفيد في حوار التواصل ما بيننا والاصدقاء كده، وكده كده في حياتنا برضو العمليه دلوقتي، دخل في تربيه دلوقتي، زرت التربيه والتعليم، بيفيدنا حوار التاب.
التليفون له فرق كتير في حياتنا يعني. 24 ساعة في إيدي، علاقاتنا الاجتماعية لغاها ماشي؟ لو هستعمل التليفون على أساس إن أنا أطمن على ابني، أطمن على أخويا بتاع هو فين، إنما بقاش هو حياتي كلها. اللي بيستغلوا شغله بينفعه، إنما اللي بيستغلوا كلام فاضي هو دمر لنا الشباب. بتستغل التليفون فين؟ في شغلي. لو كان مثل واحد، لو واحد مثلا روح عند والدته، روح عند خالته، روح عند عمته، روح زيارات، دلوقتي بالتليفون. برضه الفيس، برضه اي حاجه تبعتها على الفيس دلوقتي، ان احنا بنقدر نتواصل عن كل يعني عن طريق التليفون في كل حاجه يعني. لكن قبل مثلا كان لازما التليفون اللي هو الارضي دوت، فلازما الواحد كان يبقى متواجد في البيت عشان تقدر توصل له، فكان الموضوع بيبقى صعب يعني. وبعد ما شفنا مع بعض رأي الشارع عن التليفون، حابب أقول لكم إن اختراع التليفون جه بعد محاولات بدأت مع حلول عام 1874 بعمل مبدئي على التلغراف الموسيقي، واتطورت حركة الرسائل التلغرافية بشكل سريع في عام 1874. ومع التطورات اللي عملها العلماء استطاعوا الوصول لاختراع التليفون في 2 يونيو 1875. محمد القليوبي لبرنامج كلمة السر. من التليفون بالمنافلة للتليفون اللي قد كف الإيد وبيسرق وقتنا وبيسرق فلوسنا وبيسرق حياتنا، بس الحقيقة مفيش حد فينا يقدر يستغنى عنه. ودلوقتي تعالوا نروح نشوف تقارير حلوة عن حاجة حلوة يعني. الحقيقة خزف جراجوس، جراجوس قرية في الصعيد الجوان في قنا، فخر الصناعة المصرية. تعالوا نشوف التقرير ده عن منتجات جراجوس. أنا اسمي فواز سيدو سفين، فنان تشكيلي. أنا اتعلمت الفخار بعد سنة بعد ما خلصت الابتدائي. طبعاً الظروف تعبانة وأنا ما فيش هواية للدراسة، عشان نكون صراحة أنا هوايتي شغل. ده الكلام ده كان في الأربعينات. التأسيس ده كان راهب اسمه الأب ستيفان مونجولفي فرنساوي، هو اللي أسس المكان، وجاب ابن أخوه من باريس من فرنسا عشان يعلمنا الفخار في جراجوس. ابتدى العمل في المصنع 1955. المهنة دي بقت في دم الإنسان يعني، كأني أنا متوارثها من الوالد. ليه؟ لأن خلاص أنا ما أقدرش امتزج الجسم مع الشغل، ما اقدرش يعني زي ماشيت في عروق الدم بتاع الواحد، خلاص ما يقدرش يتخلى عنها كمان يعني. ابتدينا نعمل معارض من سنه 60. 60 المعارض كانت بتبتدي، الشغل كان في عدس وروبري والحاجات دي بيتعرض على طول مستمرين في الشركات يعني. بعدين لما الشركات دي خلاص ابتدى الشغل يتعمل معارض في مصر واسكندريه. دايما نعمل المعرض في اسكندريه مثلا في شهر 5، وفي مصر في شهر ديسمبر اللي هو شهر 12. لو انت بصيت في الشغل بتاع جراجوس هتلاقي الالوان والطين والاشكال مشابهه لكل الشغل الفرعوني، عشان كده احنا يعني كل شغلنا موحي من البيئه، ما فيش حاجه من بعيد يعني. تلاقي العصافير، وفي الحاجات الدينيه والحاجات الفنيه والحاجات الاسلاميه لكل الواحد. واحنا دايما بنعمل الشغل اللي هو ليه ميزه، من الصرصار من الطين الاسولي اللي هو غني باكسيد الحديد. طبعا ده ليه طرق في العمل بتاخد وقت يعني، بدايه الشغل بتاخد وقت في البلد، فعشان كده بناخد وقت في التشكيل والمعارض، بناخد 5-6 شهور عشان نكمل نعمل شغل عشان نطلع بيه المنتج ونطلع بيه في المعرض. الشغل ده يعني استخدامي مش للزينة، لا استخدامي. وكل السياحة اللي تنزل في مصر وفي لوكسور كانت تنزل جراجوس، لأنه تزور جراجوس، لأنه جراجوس مكتوبة في كل الدليل الألماني والإيطالي والفرنساوي مكتوب، فيبقى يجي السائح ينزل جراجوس يشوف. احنا ما كانش
ما كناش نلاهم الشغل او ما فيش وقت للشغل، يعني الشغل مش كافي عشان انت تعمل بيه معرض. لما السياحه ريحت ابتدينا نعمل معرض، نودي المعارض عشان نقدر نكمل المشروع. يعني بندور دلوقتي على الاجيال الجديده، رغم انه الاجيال الجديده خلي بالك ما عندهاش طموح تقعد تطين يديها كلها تبقى في الميه في البرد. فيش دلوقتي صعب، صعب جدا انه تلاقي فيه القبول. لكن في فتره التدريب الحمد لله دربنا 25 شباب وبنات تبع الغرفه، ولانه كانت تبع مؤسسه مصر، منحه من تبع مؤسسه مصر عشان ندرب احنا ناس، علمنا احنا بس على اساس برضو ما ينقرضش المهنه ما تنقرضش. مصنع جراجوس في قلب الصعيد الجواني، عبقري المعمار الراحل حسن فتحي ربنا يرحمه هو اللي عمل المصنع ده سنة 66. استوحى الفكرة من الطبيعة، والحقيقة أهل القرية اللي هي في مدينة قوس أبدعوا لدرجة أنه زي ما سمعنا فعلا كل السياح اللي بيروحوا الأقصر بيبقوا حريصين على أنهم يزوروا القرية دي، سياسيين ومشاهير وفنانين، ملك وملكة السويد، فاتن حمامة، صلاح جاهين الأبنود الله يرحمه، كل دول كانوا حريصين على أنهم يروحوا هناك ويشتروا المنتجات لأنها فعلا بتعبر عن إبداع حقيقي، إبداع من قلب الصعيد الجواني من مدينة قوس من قرية جراجوس. ودلوقتي تعالوا نطلع فاصل ونروح لفقرتنا الأولى، فقرتنا المهمة عن السيارات وأسعار السيارات واستيراد السيارات وقطع الغيار. نطلع فاصل ونروح لفقرتنا. مشكلتنا تحديدا ان احنا حجزنا الباب، الحجز فتح لسيارة كيا اكسيد من يوم 2/1، جينا بعض انا وبعض الناس اللي حابين يشتروا السياره من غير اوفر برايس، لان كانت موجوده طبعا باوفر برايس في السوق، فاحنا جينا قلنا هنشتري من التوكيل. حجزنا بمبلغ 50,000 جنيه، وعلى ان يتم سداد كامل المبلغ في خلال 15 يوم من قبل استلام السياره، بعد ما يتحدد الشاسيه والعربيه تكون موجوده في التوكيل. جه بعد موضوع تعويم الجنيه والكلام ده كله، طلب التوكيل طلب من الناس كلها عامه اللي هي تسدد كامل قيمه العربيه. فطبعا في خلال، يعني هو ما ادكش وقت معين، ما قالكش مثلا من يوم كذا ليوم كذا، هو يا جماعه احنا عايزين ثمن العربيه كامل. طيب تمام، ابتدينا ان احنا كل شخص يشوف بقى يدبر حياته، في اللي بقى عربيته، في اللي بقى ذهبه اصلا، ذهب مراته، يعني الموضوع كان متأزم معانا لدرجه كبيره جدا، اللي انت تقدر تحدد سعر زي ده او اللي انت تقدر توفر فلوس زي دي في خلال مدة صغيرة. في بعض الناس فعلا ما دفعتش وقالت احنا مع جهاز حماية المستهلك طالما ما حدش هيقدر يجبرنا وحماية المستهلك في ظهرنا، وفي ناس حاولت تدفع كل واحد حسب مقدرته. انا واحد من الناس رحت دفعت 50% من ثمن العربية اللي انا كنت هكمله، وقلت له انا هجيب لك موافقة بنكية من البنك، قال لي ما فيش مشكلة يا فندم. رحت جبت عملت الورق بتاع الموافقة البنكية ده وبعتها للسيلز يوم 13 الساعة 11 الصبح، قلت له دي موافقة بنكية بتمويل 50% باقي الفلوس بتاعة السيارة. فدلوقتي الناس دي كلها بدما انت اديت لنا فرصة ان احنا نقعد ندفع، ولا قلت لنا ان دي مبادرة، ولا ان في قانون من حماية المستهلك بيلزمنا باسبوع ولا اي حاجة، وفضلت تاخد مننا لحد يوم 18 و19 وفي رسائل رد علينا ان انت اوكي ادفع ادفع ادفع، يبقى احنا كده من حقنا ان احنا نستلم، واحنا كده خسارتنا كبيرة كلنا. يعني الوديعة خسارته كبيرة، اللي بايع دهب خسارته كبيرة، يعني على الأقل هات لي عربيتي القديمة اللي أنا كنت راكباها. متعاقدين مع توكيل محترم المفروض ليه تقوله في السوق، ما التزمش بأي كلمة من اللي قالها لنا، والكلام بتاعهم كله مسجل معانا واحنا عارفينه، من قصة ان هم قالوا لنا ادفعوا الفلوس كاملة عشان ثبت السعر، ومن كلامنا مع جهاز حماية المستهلك يا جماعة اسمه ده ان هو السعر مش هيتغير، احنا عقودنا كلها مكتوب فيها اصلا السعر متثبت، السعر كام بالظبط، مش حتى كلمة هلامية مثلا لو ايه السعر هيتم تثبيته، لا السعر بالظبط هيبقى كام.
وبرغم كل ده ما فيش اي اصلا التزام باي حاجه. احنا ما طلبناش ان احنا نسترد، ما حدش طلب ان هو يسترد. الازمه دي احنا ما لناش يد فيها ولا شاركنا فيها في الاول، لان احنا لما رحنا حجزنا ما حدش قال لنا ما فيش عربيات، ما حدش قال لنا انا مش هقدر اوفر لكم عربيه. هو طلب ان احنا هنستنى 7 شهور، قلنا تمام اوكي ما فيش مشاكل. ومع ذلك في ال7 شهور دول قال لي انت اقصاها 3 شهور وهتكوني مستلمه. يعني حتى لو هو عرفني من الاول انا مش هقدر اوفر لك، انا كنت انا قدرت اتصرف. هو كده ساب العربيه غليت عليا بدل المره مرتين وثلاثه، ده مش ذنبي. الحقيقه سوق العربيات في مصر بعافيه شويه، الناس بتشتكي والتجار بيشتكوا، يمكن ما فيش عربيات ولا في قطع غيار. أزمة كبيرة الحقيقة موجودة. عايزين نناقش النهاردة مع ضيوفنا اللي منورينا في الاستوديو، الأستاذ أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات. أهلا أهلا بيك يا فندم. أستاذ منتصر زيتون عضو مجلس إدارة شعبة السيارات، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أنا عايز أسمع منك تعليق الأول على كلام الناس. هو طبعا لو إحنا هننظر لأي قضية بعين واحدة يعني يبقى 50% من العدالة فقدناها. يعني لازم احنا هننظر بالعينين، بس احنا عايزين نعلق عليهم الاول نرد عليه. طبعا فاحنا بننظر للمستهلك في عينينا اليمين والتاجر في عينينا الشمال. في عينينا الشمال تمام. دول كفتين الميزان عشان يكون في يعني عداله. فلو النهارده المستهلك اتكلم باللغه دي وقال انا ماليش دعوه وانا حاجز بكذا، اعتقد ان ميزان العداله هيحصل فيه لا هو خلق. قال كمان ان هو بعدها ابوه وماله ما انا جاي لحضرتك قرض وماله ماشي، فهيحصل فيه خلل في ميزان العداله. ولكن لما نقول ان النهارده العربيات دي فعلا في ازمه عالميه مش في ايد حد يتدخل فيها، هز الدول واحنا زينا زي اي دوله اتاثرت. الاتحاد الاوروبي بالكامل اتاثر، الاتحاد الاوروبي اللي هو يعتبر اقتصاد قوي جدا 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 كل الدول بتاعته تأثرت ماشي. امريكا نفسها تأثرت، انت شفت الفدرالي الامريكي اتحرك في شهر قد ايه. احنا بقى ملناش دعوه، احنا مش عايزين حاجه تتأثر. ومع ذلك طلع قرار من السيد رئيس جهاز حمايه المستهلك وقال ان الناس اللي دفعت كامل ثمن العربيه، وده كلام عادل جدا يعني، هتستلم العربيات ايا كان سعرها. طب انا بسال سؤال، طب اتحرك الدولار الجمركي لسه امبارح تمام، هتحصل زيادة تاني. التوكيل اللي حجز بال50,000 جنيه دول هيدفع يمكن ال50 اللي خدهم دول. الراجل اللي حجز ب50,000 هياخد عربية بزيادة يمكن 200,000-300,000 جنيه على ال50,000 اللي دفعها دي. اي تجارة دي في العالم ماشي؟ ومطلوب من التاجر بقى ان هو لا احنا ملناش دعوة وبرضه سلمنا. بالله العظيم بأي منطق ده؟ ولكن العدل التاجر على حق والناس مش على حق. لا 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 انا ما قلتش كده، لا 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 خالص، انا قلت لك دافع لنا اليمين ودافع لنا الشمال. ولكن بيقول ايه بقى؟ دول النهارده لازم يكون في توازن ويكون في منطقيه، واحنا يعني ملتزمين بأي قرار ياخده اي مسؤول في الدوله. خد بالك من الكلمه دي، اي مسؤول مش مسؤول بس ماشي. فالنهارده على مدار ساعات طويله حصل اجتماعات، ومش هقول لك ان في جزء من القرار احنا كنا معترضين عليه لفتره طويله، ولكن لما قعدت مع رئيس الجهاز والراجل فعلا كان الله في عونه يعني، لان احنا بنمسك فيه عمالين نشد فيه في حته، والمستهلك عمال يشد فيه في حته، وهو لازم يطلع قرار شديد الحكمه شديد الدقه عشان ما تحصلش مشكله. كويس، بناء عليه اللي حجزه قبل 12/4 يعني اللي حجزت الاخت في شهر يناير دي، واحنا دلوقتي خلاص احنا في 6 يعني بقى 5 شهور الاسعار يمكن اتغيرت 4 مرات أو 5 مرات مزبوط. ومش في مصر بس، ده في العالم كله تمام ماشي. بيلتزم الوكلاء والموزعين والتجار بتسليمها بسعر اتغير 4-5 مرات. لو حضرتك بس حضرتك معاك عربيه وسعرها زاد 4-5 مرات يعني وبتبيعها النهارده يا ترى هتبيعها بسعر 5-6 شهور فاتوا؟ لا والله ما هيحصل. هتقول لا ده النهارده تمنها كام في زيرو؟ طيب. تمنها كانت العربيه ب300,000 جنيه. طيب. استنى بس دي عشان مهمه اقفل لك. لا ما مهمه والله ما الثانيه دي مهمه هيستلموا ماشي. هرد عليك حالا ماشي. فهي العربيه كانت ب300,000 جنيه بقت ب500,000 جنيه، حضرتك هتبيعها ب300,000 جنيه؟ لا
بالنسبة للمستهلك حلال، بالنسبة للتاجر أو الوكيل أو الموزع حرام، ده العدل اللي بنتكلم عليه. طيب ده قانون المفروض في القرار إنهم يستلموا إمتى؟ شوف إحنا عندنا عدة أزمات بقى من نوع آخر، يعني إحنا قلنا في أزمات عالمية وسعادتك طبعًا أعلم مني، في كورونا وفي مايكرو شيبس مفيش إنتاج على مستوى العالم، في حرب دايرة شرسة ما بين روسيا وأوكرانيا، روسيا اللي بتدي 60% من الغاز لكل مصانع الاتحاد الأوروبي، فكل مصانع السيارات متأثرة جدًا جدًا، وفي الفدرالي الأمريكي اللي بيتحرك وأنت تعلم ذلك. دي أسباب عالمية، أعذار قهرية، واحنا يعني في القانون نعلم جميعا ان العذر القهري ده يعني اعلى درجات العذر، ماشي؟ دي عالميه. تعالى بقى داخليه، ودي نقطه جوهريه مهمه جدا. طب الوكيل اللي حصلت عنده مشاكل الاسبوع اللي فات ده، والناس دخلت كانت هتكسر الدنيا وتكسر التوكيل وزعلانين ولازم نستلم، انا دافع 10,000 جنيه والعربيه زادت 200,000 جنيه، فانا عايز العربيه، ماشي؟ طب الناس دي في النهارده عشان الوكيل ده يستورد العربيات لازم يروح يفتح اعتماد مستندي. احنا عندنا مشكله ولازم كلنا نقف مع بعض، الدوله كلها والمواطن والمسؤولين وكله يعرفوا ان في مشكله حقيقيه في التدبير. هنقول مالناش دعوه؟ لا، احنا مصريين ولازم كلنا نقف وقفه حقيقيه، فمفيش حاجه اسمها ماليش دعوه. الوكيل ده عايز يجيب العربيات، طيب عشان يجيب العربيات لازم يفتح اعتماد مستندي، الاعتماد المستندي مفيش تدبير، مفيش موافقه على الاعتماد المستندي، بعد ما في موافقه في عندنا بنصطدم بقرار 9 اللي هو روح او اللجان بتاعه الرقابه الصناعيه ولا اخره عشان تجيب العربيات، فبالتالي في حاجات هنا، في حاجتين هم يسببوا ان هو مش عارف يجيب العربيه، برضه مالناش دعوه. هل ده منطقي؟ منطقي؟ نروح نسمع الاستاذ منتصر حضرتك. منطقي ولا مش منطقي؟ لا طبعا مش منطقي. حضرتك هي الازمه بدات في 21، كان في نقص في وارد السيارات بنسبه كبيره، كانت بسبب الأزمة في توريد أشبه الموصلات، وكان مفروض الانفراجة دي هتبدأ في 23، جات الحرب الروسية الأوكرانية، ففي مشكلة من البداية في العدد. الوكيل اللي حجز سيارة وقت ما حجزها فهو حاجز على أساس هيسلم سيارة، مش حاجز على أساس أنه هو هيقابل ظروف قهرية تمنعه، لكن فعلا جات الظروف القهرية، تغير في سعر العملة، مصانع عالمية قفلت، مشاكل في عندنا هنا الاعتمادات المستندية، قرار رقم 9 في وزارة الناس اللي حاجز عربيات. هل ممكن في امل يستلموا قريب؟ هيستلم لو في سيارات. أيوه، لكن ما فيش سيارات. امتى يبقى في سيارات؟ هو امتى يبقى في سيارات؟ وقت ما يتم النظر، إعادة النظر في قرار رقم 9 الصادر من وزارة التجارة، وقت ما تتفتح نرجع نشتغل باعتمادات التحصيل مرة تانية. وقرار اعتمادات التحصيل، يعني لو القرار ده فضل ساري التجار مش هيجيبوا عربيات؟ هو في الوقت الحالي حضرتك ما فيش تجار بيجيب سيارات، هو آخر استيراد تم في السيارات كان في شهر 2، شهر 3 و4 و5 و6 اللي هيبدأ ده، ما فيش أوردرات اتعملت لسيارات تيجي من بره. فالوكيل ما عندوش سيارات جاي عشان يسلم، اللي موجود حاليا هو الاستوك اللي موجود جوه المخازن بس. عشان كده رئيس الجهاز قال لك اللي مسدد فلوس العربيه بالكامل بيديله الاولويه من الاستوك اللي موجود، لكن اللي مسدد جزء ما فيش عربيه جايه، فبالتالي يعني كان في استوك ينفع الناس اللي مسدده السعر بالكامل تاخده. الاستوك ده كان جه قبل كل التقلبات دي، فليه اتاخرنا؟ اقول لحضرتك برضو الاستوك ده الاعتمادات التحصيل بتتفتح ب 10%، ال 90% بتتغطى وقت السيارات ما بتوصل لميناء الوصول. كان صدر قرار رقم 9 اللي هو خاص باعاده تعديل اوضاع الوكلاء، اللي هو شامل ال 15% قطع غيار، واللي هو مراكز صيانه على مستوى المحافظات، فبدات الوكلاء تعمل اعاده هيكله. حصل ان السيارات اتاخرت جوه الميناء، لسه القرار طالع من تقريبا من 20 يوم من وزيره التجاره بالافراج عن السيارات. الجزء اللي طالع ده هو اللي بيتسلم حاليا، يعني السيارات دي لو ما طلعتش ما كانش في تسليمات. وقوف استيراده من شهر 3 ما فيش استيراد، امتى ممكن يرجع؟ وقت ما يبدا العمل باعتمادات التحصيل مره ثانيه، ده قرار حكومي. طب دي ازمه الجديد، يعني كده معنى كده انه ممكن نقعد شهور طويله مش موجود عندنا جديد؟ شوف قبل ما نلوم حد،
نشوف ايه اللي منعه ان هو. لا احنا بنناقش قبل ما نلوم. مش بنلوم. لا انا افترض ان انا مستهلك اهو وبقول انا بلوم الوكيل انه ما سلمنيش. صح؟ انا هفترض ان انا مستهلك واقول ان انا بلوم الوكيل ان هو ما سلمنيش. هسال الوكيل يا وكيل انت ليه ما سلمتنيش؟ هقول انا عندي اوردرات موجوده واقدر اجيب عربيات بس عشان اجيبها في اجراءات. من ضمن الاجراءات دي الاعتمادات المستنديه، مش لازم يحصل موافقه لاعتماد المستند ده؟ صح؟ لو ما حصلش هيعرف يجيب؟ لا. هيعرف يسلمك؟ بس خلاص، دي واحده. رقم اثنين، طب على فرض ان توافق له على الاعتماد المستندي. في قرار 9 بيحط قيود، ده القيود دي عايز اقول لك ان هي على الرغم ان هي يعني ممكن اللي يقدر ينفذها الوكيل ووكلاء كتيره جدا مش تقدر تنفذها برضو لانه هو طالب التوزيع الجغرافي على مستوى الجمهوريه وطالب ان كل دفعه عربيات تيجي معاها 15% من قطع غير اساسيه ودي تقريبا حاجه مش موجوده في العالم يعني متخيل مثلا انت رايح تجيب 100 عربيه فتجيب 15% من قطع غيار وانت جايب العربيه. طب انت مكسبك ما طلبتوش ليه تقعدوا مع الوزيره يا فندم؟ انا طالب تقريبا من شهرين وبعتت لها عده مرات وفي الغرفة برضو بعتوا له عدة مرات وبنطلب ده. احنا اخر حاجة يعني من اسبوع انا طلبت حتى ايه يعني ما خلاص ايه طب بلاش اجتماع فطلبنا ايه من معالي الوزيرة قلنا طب احنا عايزين حوار مجتمعي نجيب ال- 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 التجار ونجيب الناس المستوردين اللي مضرورة ونوضح لك وجهة نظرنا وبعد التوضيح وجهة نظرنا لو مصرين على القرار خلاص هننفذ القرار ماشي. ولكن فعلا انت عندك مشكلة تانية حضرتك ايه يعني او محدش واخد باله منها اللي هي ايه المستوردين دول مهمين جدا جدا جدا. ليه مهمين؟ لان انت بتجيب العربيات بثلاث طرق اما وكيل اما مستورد اما استيراد شخصي. طب المستورد ده لما تحط له الشرط الاول والثاني دول تنفيذهم صعب جدا. يعني حضرتك هروح اشتري عربيات مثلا ب 100 مليون جنيه انا هجيب بكم من ال 100 مليون جنيه قطع غيار عشان احطها في المخزن ودي عربيات جديده. خلينا في قطع الغيار. الناس كلها بتشكي ان قطع الغيار تقريبا مش موجوده. طيب كل انواع السيارات شوف ناخد بالنا من الارقام اللي اقولها لك. الصين بتنتج ثلث انتاج العالم من السيارات. تمام. الصين شريك 80% من مصانع السيارات في ادوات التغذيه. تمام. الصين اكتر دوله في العالم اتاثرت باكتر من 45% بسبب كورونا. مظبوط. يبقى تصنيع الصين سواء كان في السيارات او في قطع الغيار اتاثر بالنسبه لا تقل عن 45% تبعيا هتأثر على قطع الغيار. دي واحدة. رقم اتنين الاعتمادات المستندية في بداية الأمر كان برضو الراجل تاجر قطع الغيار يروح يستورد قطع غيار هيقابله مشكلة الاعتماد المستندي. نظرا لأن القيادة السياسية في البلاد يعني واعية وفي نبض الشارع طلع استثنى من فخامة الرئيس من أسبوع وسعادتك تعلم ذلك وقال إن احنا هنستثنى إيه؟ هستثنى قطع الغيار الأدوات التغذية. مزبوط. أدوات الإنتاج. مفيش مصنع هيقف ودي تنقلنا لرؤية مهمة جدا جدا جدا. لو احنا النهاردة واخدين بالنا من التوجه التصنيع. مظبوط. وحل مشكلتنا كلها التصنيع. ويمكن انا امبارح اول امبارح كان لي عدة تصريحات في هذا الشأن. احنا النهاردة بنبص على التجربة المغربية وبقول المغرب النهاردة وصلت لمليون عربية في السنة. انا بسأل سؤال لو احنا اتبعنا نفس النهج وركزنا في ملف التصنيع ده كويس جدا 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 ماشي كانت هتبقى النتيجه ايه النهارده؟ تخيل ان مصر النهارده بتصدر مليون عربيه انت كان هيبقى عندك مشكله في التدبير ابدا. لو اتجهنا للتصنيع هتتحل جزء مهم من المشكله. احنا واصلين ليه في التصنيع؟ احنا واصلين لنسبه مكون محلي 40% وبرضه يعني تقدر تقول ال 40% مش 40% بالظبط. فهي محتاجه طبعا نرفع من مكون من الصناعات المغذية عشان نقدر نوصل ل 60% عشان نقدر نصنع سيارة نكتب عليها صنع في مصر ايا كانت ماركتها. لازم نوصل ل 60% عشان اوصل ل 60% لازم يبقى عندي صناعات مغذية توصل لنفس الرقم. الصناعات المغذية لما بيجي حد النهارده يعمل قرار انشاء مجلس اعلى لصناعه السيارات هيعمل دفعه بس لازم يشارك فيه كل القطاعات. يعني القرار بيقول انه هيمثل اثنين من المصنعين. احنا عندنا النهارده 18 خط انتاج مفروض ال 18 يبداوا بيهم في نقاش مجتمعي بعد كده يبدا يعمل مجلس اداره. لازم يحط في الـ في الـ في, الـ في المجلس المصنعين اللي هو الصناعات المغذية اللي هي أساس التصنيع اللي هي هتخليني أنتج سيارة باسم مصر.
ده الأساس. فلازم يشارك أصحاب المصانع المغذية للسيارات. الحاجة الثالثة لازم برضو يمثل فيه التجار، لأن دي المرحلة الأخيرة اللي هو الرؤية نفسها، البيع، التسويق، لأن دي بتحتاج خطط. يعني احنا في قرار مثلا السيارات الكهربائية، لما قررنا نعمل مشاركة مع مصنع في الصين، طلع قرار وقف استيراد السيارات المستعملة. الصح ان السيارات المستعملة دي كانت تكون موجودة في السوق، لانها بتفرش ارضية، بتعرف الناس ثقافة السيارات الكهربائية، بتدي فرصة للمستثمرين ان هم يستثمروا في مراكز، في انشاء مراكز صيانة خاصة بالسيارات الكهربائية، بتدي فرصة للشركات تدخل تشتغل في البنية الاساسية للبطاريات اللي هي تشحن السيارات الكهربائية. فدي رؤية تاجر. ان شاء الله يبقى في خطوة ايجابية لقدام. سوق السيارات المستعملة اخباره ايه واسعارها عاملة ازاي؟ السيارات المستعملة بسعرها بيتحدد بعد، يعني يحصل زيادة في العربيات الزيرو، يحصل زيادة اوتوماتيك في العربيات المستعملة، لان النهاردة بيقيم سعر السيارة المستعملة، ما بيقيمش السعر السوقي ليها في الوقت الحالي. بشوف هي سعر العربية الزيرو النهاردة مثلا، العربية الزيرو على فرض النهاردة كانت ب 400,000 بقت ب 500,000، وفي عربية مستعملة مثلا موديل 2021 يقلل من ثمن السعر الزيرو 50,000 جنيه ويبدأ ان هو يطلب، سواء كان مستهلك او تاجر او لاخره. فطبعا بالتبعية هيحصل زيادة للسيارات المستعملة، وده شيء طبيعي جدا جدا. ولكن انا عايز اقول بس نقطة مهمة جدا في ملف التصنيع. المجلس الاعلى اللي تم تدشينه وانشاؤه، ودي فكرة مهمة جدا جدا وكنا محتاجينها من فترة طويلة جدا، ليه؟ وبرعاية السيد رئيس مجلس الوزراء تحديدا، لو احنا مشينا في هذا الطريق احنا مش هيبقى عندنا مشكلة في الدولار مرة تانية. زي ما العربية بتاخد رقم كبير في الدولار للتدبير، العربية هتجيب رقم اكبر وانت بتصدرها، وخصوصا ان مصر تحديدا ليها مكانة خاصة جدا جدا جدا. احنا محتاجين يعني 40% حتى اللي بيقول عليهم الاستاذ منتصر، انا اقول لحضرتك ان هم تقريبا يعني ومع متخصصين ما بيعملوش مثلا 18% حقيقة. امتى نوصل لنسبة حقيقية؟ ودي فرصة جيدة ان العالم كله بيغير جلده، ان العالم كله بيتوجه للسيارات الكهربائية. ده يحصل لما نزيل كافة المعوقات، لما نتوجه للتصنيع الحقيقي في السيارة الكهربائية. وبداية المجلس الاعلى، بداية الروشيت، اقول لك روشيت خطيرة من الازمة، اقول لك روشيت خطيرة جدا. الروشيت دي بتشمل عدة حاجات. اول حاجه هقولها لاهلي وناسي اللي انتبه اليهم هم تجار السيارات، احنا محتاجين، وركز معاك كويس قوي في اللي هقوله لك ده، عايزين جهاز حمايه التجار، مش في جهاز حمايه المستهلك، عايزين جهاز يحمي التاجر. ايه تاني؟ تقول لي ليه؟ لا تقول لي ليه؟ لا ما قلتلكش ليه، بقول لك ايه تاني. هقول لا، خد بس هدي لك مثالين ثلاثه بس، مثالين طيب كفايه. يعني انا مثلا عندي وانا بطبق اتفاقيه الشراكه الاوروبيه، اتفاقية مصر موقع عليها، بص يعني الحتة دي مهمة جدا. يجي التاجر مثلا يجيب عربيات من بره بخمسين مليون جنيه، بمية مليون جنيه، وطبعا من مصلحة، من حق مصلحة الجمارك طبقا لنص الاتفاقية انها تشيك على الشهادات بتاعة الاتفاقية دي. عارف مصر تبعت من الجمارك هنا، وانا اقول لك يعني عندي في الملف ده كذا قضية بهذا الصدد، يعني مصر تبعت تستعلم عن الشهادات، تقوم مثلا الدولة المصدرة ما تردش، عارف اللي يحصل؟ يرجع على التاجر ده بأثر رجعي بمئات الملايين، يدفعها ويعتبر ان الشهادات بتاعته غير صحيحه. هل ده منطق؟ هل ده عقل؟ هل انا كده بحمي فلوس التاجر؟ ابدا. يعني الملف ده في منتهى الخطوره. هو انا النهارده الدستور المصري بيحمي المال الخاص، لازم احميه. عشان كده بقول لك احنا محتاجين جهاز حمايه التاجر، دي واحده. رقم اتنين، لا استنى بس، خد دي وبعد كده الجزئيه مهمه جدا. لما يجي مثلا تاجر النهارده برضو بيستعلم عن شهادات، والدوله اللي بتستعلم منها على الشهادات ترد تقول الشهادات ايجابيه، العربيات ما تخرجش. يبقى انا النهارده بحمي مال التاجر، حمايه المال الخاص وحمايه المال التاجر لصالح المستهلك. ليه؟ لان التاجر ده يعني ال 18,000 عربيه دول لما تحسب الارضيات بتاعتهم شهرين ونص، هتجد ان كل عربيه من دول زاد سعرها 10,000 جنيه، مين اللي هيتحملهم؟ المستهلك. اذا انا لما ازيل المعوقات للتاجر هتتوفر العربيه بسعر جيد، هيأثر على المستهلك. ادينا روشته يا استاذ منتصر. حضرتك لازم نفتح سوق منافس. منافس يعني لازم الوكيل للعلامة نفسه يبقى أكتر من وكيل.
وده موجود في بعض الدول الـ 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 في دول الخليج، ففي جو من العلامة لها وكيل واثنين وثلاثة، ففي منافسة، فما فيش حد بيقدر يحدد السعر. لازم أشغل السوق الموازي، لازم أدعم الصناعات المغذية وأديله تسهيلات وأديله مزايا زي ما عملناها قبل كده في تصدير الفاكهة، اللي بيصدر فاكهة بيدخل له عائد دولار، لازم أدي نفس المزايا للصناعات المغذية، لازم أعمل إعفاءات ضريبية عشان أشجع الناس تستثمر في نفس المجال، وابدا اصدر قطع غيار، وابدا ارفع نسبه المكون المحلي. الجهاز لحمايه المنافسه لازم ينشط في عمليه الاحتكار اللي هي بتظهر في السوق، في عمليه وكيل واحد او موزع واحد، على اساس يبقى في نوع من المنافسه، وده هيصب في صالح المستهلك، لان مش هيبقى فيه مغالاه سعر او مش هيبقى فيه تحكم في سعر. أنا شاكر ليك أستاذ منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات، نورتنا. نورك يا فندم. سيادة المستشار أسامة أبو المجد، أهلا بيك. ربنا يخليك، نورتنا. شرفت بحضرتك جدا، بس أنا كلمة أخيرة، نتمنى إن الفترة اللي جاية إزالة المعوقات، نتمنى إن الفترة اللي جاية ناخد التجارب الناجحة زي التجربة المغربية في تصنيع السيارات والتجربة التونسية في قطع الغيار. لو إحنا اتبعنا النهج ده مش هنحتاج كل اللي إحنا فيه. وحاجة أخيرة، ما فيش حاجة في العالم تمنع إن مصر تستورد عربات 2021 اللي أقل من 28-30% بره، لصالح برضو المستهلك. في حلول كتير، وبرضو التجار يهمونا، لكن يبطلوا الأوفر برايس. نطلع فاصل ونروح على فقرتنا الثانية، فقرتنا المهمة عن الحوار الوطني مع كاتبنا الكبير الأستاذ عماد الدين حسين. تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلي شخصيا مع وعد بالقيام بحضور هذه الحوارات في مراحلها النهائية. وأنا عايز أقول لكم هنا، برضو في حواري مع الإعلاميين تكلمت على موضوع الإصلاح السياسي، وقلت هل هذا الموضوع كان في، يعني كان في بالنا ولا لا، كنا نستهدفه ولا لا، عايزين نعمله ولا لا. لا طبعا، أنا على المستوى الشخصي كنت حريص على هذا الأمر، ولكن يمكن الأولويات كانت مأجلة الموضوع ده شوية. لكن دلوقتي أنا بقول إن إحنا بنطلقه وبنتيح الحوار والنقاش لكل القوى بدون استثناء أو تمييز، القوى السياسية بدون استثناء أو تمييز، وأيضا بعد ما يبقى فيه مخرجات معينة هذا الأمر يعرض على مجلس الشعب، على البرلمان آسف، وعلى مجلس الشيوخ، عشان يبقى الإقرار أو القوانين المطلوبة أو مزيد من النقاش فيه يتم العمل عليه. احنا محتاجين نعمل ده دلوقتي بعد المرحلة اللي احنا عملناها، لما قلنا ان الدولة المصرية خلاص احنا في اطلاق للجمهورية الجديدة، وبالتالي لابد ان يكون ده ضمن المفردات اللي احنا نتقدم بيها عند اعلان الجمهورية الجديدة، واتمنى التوفيق في هذا الامر. يعني الحقيقة دعوة الرئيس للحوار الوطني واحد من اهم القرارات في السنين الأخيرة، وإحنا داخلين على الجمهورية الجديدة لازم نستكمل خطوات الجادة والواسعة والناجحة في الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي والإصلاح السياسي. بنرحب بضيفنا وضيفكم الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ، منورنا. أهلا بيك خالد، شكرا ليك. مصر اللي عشنا فيها من 2011 لغاية 2013، ومصر دلوقتي، كنا فين وبين فين؟ كنا في وضع صعب للغاية، والحمد لله الوضع استقر تماما. الدولة المصرية يعني استعادت هيبتها، استعادت قوتها، وبيت واقف على أرض صلبة. فيش دولة تدعو لحوار سياسي مع فرقاء أو معارضين وهي تشعر بالضعف أو بالتوجس أو بالريبة من أي شيء. حينما تدعو إلى حوار سياسي وحينما تقول أنك ستنفذ هذا الحوار، فمعنى ذلك أنك دولة تثق من نفسها ونظام يثق في نفسه ويثق في شعبه، وبالتالي هو يريد الانطلاق لمساحة أكبر. هي دعوة مرحب بها ومقدرة،
ودعوة أنا أظن أنه إذا أحسن استغلالها وتنفيذها سوف يستفيد منها الجميع إن شاء الله، الجميع يعني المجتمع المصري بأكمله. جت في وقتها؟ بالتأكيد. ولا تأخرت؟ كلمة اتأخرت وجت في وقتها هي إجابة هتبقى إجابة نسبية. كل هو شخص الرئيس جاوب الحقيقة. كل شخص بيراها إنه الرئيس بيقول إنه كان في تحديات وفي ظروف ربما تكون قد منعت ده، لكن دايما في مثل عظيم يعني بيتقال لك أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل أبدا. فحتى لو كانت اتأخرت طول الوقت يعني تذكر جمال عبد الناصر في مرات كتيرة جدا الخطأ اللي بيأخذوا عليه بعض المنتقدين ليه، إنه كان ينبغي بعد أن استقرت الدولة أن يكون هناك إصلاح سياسي حقيقي وبالتالي يتم فتح المجتمع وحاجات زي كده. تأخر هذا الإصلاح فحدثت كارثة 5 يونيو، والتقديرات إنه لولا ربما لو كان هناك انفتاح ما حدث كل ما حدث، وربما كانت مصر مع كوريا والهند واليابان وحاجات كتيرة جدا. الحمد لله نحن يعني نبدأ هذا الأمر ونحن في وضع أفضل، وضع قوة، يعني ما عندناش مشاكل خطيرة كالتي حدثت في 67 أو في حاجات أخرى. وبالتالي مجرد حدوث هذه الدعوة والبدء فيها شيء مهم جدا. ليه؟ من المهم الناس تبقى واقعية، لأنه في بعض الناس يقول لك طب هو سبب الدعوة إيه؟ طب هو إحنا الأمريكان فرضوا علينا ضغوط ولا الأزمة الاقتصادية ولا البتاع؟ يا سيدي أنا كسياسي مش فارقه معايا، المهم ان في دعوه حصلت وفي حوار تم. وانت يعني اذا انت رفضت الدوله المصريه بعد 2013 تتذكر استاذ خالد الضغوط الغربيه كانت على مصر على ورفضت اداره اوباما باكملها، البرلمان الاوروبي يصدر كل القرارات، الاتحاد الافريقي علق عضويتك، وضعك الاقتصادي كان صعب سيء جداً للغايه، والاحتياط النقدي تقريبا كاد ان ينفذ تماما لولا الدول العربيه شقيقه ولولا صبر الشعب المصري. ورغم كل هذه الظروف أنت لم تقبل هذه الضغوط، فهل يعقل أن تقبلها الآن وأنت قوي؟ فبالتالي الناس بتجتهد في حاجات مش قضية. إحنا المهم أن هناك تطور مهم وهناك دعوة جادة، نتمنى أن يستغلها الجميع بأفضل ما يكون حتى تكون لصالح الجميع إن شاء الله. إزاي بقى نستغلها؟ تستغلها أن أنت يعني الواقعية تحتم عليك من كل الأطراف أنه الدولة المصرية محتاجة لأكبر توافق وطني. التوافق الوطني بيأتي من أنك أنت تنزع الاحتقان اللي موجود في بعض البؤر أو الأماكن أو المؤسسات أو المشهد السياسي المصري. عندك أزمة اقتصادية حقيقية تعاني منها أنت ويعاني منها المجتمع الدولي بأكمله أو غالبية المجتمع الدولي بسبب تداعيات كوفيد وأثاره، ثم الأزمة الأوكرانية، وربما تداعيات الأزمة الأوكرانية الحرب الروسية الأوكرانية أسوأ لأن وربما أسوأ علينا إحنا، لأن إحنا الطرف كما يعلم الجميع الدولة المستوردة الأولى للقمح في العالم، نستورد 80% من احتياجاتنا من الحبوب من روسيا وأوكرانيا، الأسعار العالمية زادت، الأزمة خلت أسعار البترول تقفز، النهاردة البترول أظن 116 وبيتأرجح ما بين 110 و140 في الثلاث شهور الأربعة اللي فاتوا. فبالتالي أنت بتستورد، كل التضخم العالمي وصل لأقصى درجات، وظروف دولية كاسحة وصعبة جدا على الجميع، بس هي بتختلف نسبيا من دولة إلى أخرى. إحنا مستوردين للحبوب، مستوردين للزيت بنسبة 100%، مستوردين لخام زيت البترول بنسبة 50% تقريبا، فأنت مستورد فالأسعار بتغلى فبتدفع ثمن غالي. من أجل كل هذه الظروف ولكي تمر منها تحتاج إلى أكبر توافق وطني. حضرتك قلت على الحوار الاقتصادي والحوار الاجتماعي والحوار السياسي، أنا أظن أن الحوار السياسي لابد أن يسبق، هو المفتاح. حينما تحدث التوافق السياسي هو الرئيس يتكلم بشكل واضح عن الإصلاح السياسي بالضبط، فده سيقود بدوره إلى الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي. كيف يحدث؟ ان يبقى في اول حاجه واقعيه، الواقعيه وانا كتبت ده وقلت بوضوح، المعارضه المصريه هناك معارضه وطنيه نحترمها ونقدرها، وعارضوا انطلاقا من دوله القانون والدستور والدوله المدنيه، ودي مظله مهمه جدا، وهناك اطراف ارهابيه اخرى هي ليست مطروحه للنقاش في القضيه بالاساس، وبالتالي السؤال اللي بيتقال هو ده ممكن يجيب الناس اللي عملوا لا، هو الحقيقه هو اللي انا مستغربه هو مين قال ان الاخوان ممكن يشاركوا اصلا؟ بعض الناس اجتهدت، مين قال ان الجماعه الارهابيه ممكن تشارك في حوار او يكون معاها حوار من اي نوع؟ بالظبط. فبالتالي لما يحدث التوافق الوطني المعارضه الوطنيه المصريه تقعد وتتكلم على
حاجات واقعية. يعني ايه واقعية؟ يعني في بعض الناس غير الواقعيين جوه مصر احيانا، وده موجودين وعلينا ان احنا نتعامل معهم بحكمة وبهدوء. يقول لك اول حاجة لا مش هنقعد لما يبقى في انتخابات رئاسية مبكرة، يعني هذا برا الدنيا. الراجل مش شايف المشهد السياسي ولا شايف حقيقة الاوضاع ولا الدنيا ولا ايه اللي حصل في العشر سنين. فده عليك انك انت ايه تتعامل معاه، ماشي قول براحتك، بس انا بتكلم على الكتلة الاساسية من المعارضة المصرية وفيها وجوه عاقلة كتير جدا، وشفنا بعضهم يتكلم كلام جيد ومنطقي. صحيح. ده علينا ان احنا نتعامل معهم بجدية. في حاجات الدولة المصرية والحكومة المصرية بدأت تنفذ حاجة محترمة جدا اللي هو ممكن تقول عليه عربون المحبة او بادرة تفاؤل، وهي اطلاق بعض المحكوم عليهم او المحبوسين احتياطيا. النهاردة لجنة العفو الرئاسة طلعت مجموعة يعني. بالفعل. وبارح شفنا المهندس يحيى حسين عبد الهادي، وقبل ذلك عدد من المحبوسين. كل ده بيأكد ان الدولة جادة، واي حد بيطلع لم تترطخ ايديه بالدماء ولم يحرض على العنف او يدعو ليه، فده بيساهم في انجاح الحوار الوطني، وبالعكس انا اظن بيدي قوة اكتر للحكومة والنظام في مصر. وبالتالي التحلي بالواقعية دي نظرة مهمة، بغض النظر احنا هنناقش ايه، ما احنا ممكن واحنا قاعدين الاطراف الحوار وهي قاعدة على الترابيزة من حق الجميع ان يطرح ما يشاء، لكن في النهاية اللي ينفع يتحول لقرارات بالظبط. التقدير هو ايه؟ انا دلوقتي واقف عند النقطة ألف او النقطة واحد، لو هذا الحوار قاد ان انا انتقل للنقطة اثنين خير وبركة. التصور انه هيقود للنقطة عشرة مباشرة هذا وهم، مش هيحدث ولا حدث في اي دولة. فكرة المجتمع المصري هذا ليس دفاعا او تبريرا للصبر على اوضاع معينة، لا انا بتكلم على بكرة مش هيكون في مصر بعد الحوار ديمقراطية كاملة على النظام الغربي. واللي بيفتكر ده يبقى هو واهم وساذج. ليه؟ الديمقراطية مش بقرار فوقي، مش بقرار من الحكومة. الديمقراطية سياق سياسي واجتماعي وتربية. صحيح. وتراكم سياسات وأحزاب قوية في الشارع. ما عندناش أحزاب قوية في الشارع، هي فيها أحزاب. صحيح. يعني وهذا سؤال مهم جدا. أنا يعني قلت قبل كده حاجة انه ربما يكون الحزب الاقوى في مصر هو حزب السوشيال ميديا، مع كل التقدير للاحزاب السياسية. الاحزاب السياسية في مصر عندنا تقريبا على المستوى الرسمي 104 حزب. مين هو الحزب اللي هو عنده تأثير في عندنا؟ احزاب تاريخية وجيدة وعملت ادوار عظيمة في الماضي، بس انا اتحدث عن الحاضر. من هي الاحزاب ذات التأثير الجماهيري الكاسح؟ لا يوجد، بمعنى ان هي لم تختبر او على الاقل ربما يوجد. لا انا عايز اشيل كلمه الكاسح، قول لي مين هي الاحزاب ذات التاثير الجماهيري اللي مش كاسح؟ للاسف مش كثيره، مش كثيره خالص. يعني في الانتخابات الاخيره ربما تكون هي المقياس، لم يكن مقياسا حقيقيا لانه الاحزاب دخلت في قوائم مجمعه. فبالتالي فكره الاحتكام الى معايير تنافسيه واضحه مش موجوده. فبالتالي ما ينفعش يجي حزب يقول انا خدت كذا في لا انت كويس انك خدت، ربما بتعمل دور اجتماعي، دور اقتصادي، دور خدمات، دور كذا، ده جهد كويس. بس دور الاحزاب مش ده، دور الاحزاب هو التنافس السياسي من اجل الوصول الى السلطه وتطبيق البرامج السياسيه. فبالتالي الاحزاب السياسيه في مصر اتصور او اتمنى ان احنا في مصر ندرك حاجه مهمه جدا. اذكر حضرتك استاذ خالد في خريف 2011 حصلت انتخابات رئاسيه بعد ثوره 25 يناير. واكتسحتها القوى الظلمية المتطرفة، اكتسحتها وكان الصناديق انتخابات مجموعة وحيدة منظمة، مجموعة صحيحة منظمة. والدولة المصرية في الماضي قبل 30 سنة من نظام حكم حسني مبارك وقبلها السادات وقبلها عبد الناصر ما كانش فيه احزاب خالص، انت بتحاصر الاحزاب السياسية المدنية. ورغم ان جماعة اخوان كانت جماعة محظورة على الورق لكن كان يترك لها العمل، وكانت تدخل انتخابات ودخلت انتخابات تتذكر 2005 وخدت خمس المقاعد. فبالتالي كنت سامح لها والجمعيات الخيرية بتاعتها والزيت والسكر وحاجات كتيرة جدا. فبالتالي لما انت ضيقت على القوى المدنية جاءتك القوى الظلامية هي اللي خدوا اكتر من 70% في هذا الوقت. وبالتالي من مصلحتنا ان احنا يبقى عندنا قوى سياسية مدنية حقيقية، لان هي دي صمام الامام امام اي قوى ظلامية اخرى. حتى لا نتفاجأ لا قدر الله في اي سيناريو في المستقبل البعيد بده. وبالتالي ده مهم جدا من مصلحتنا يبقى عندنا قوى سياسيه تقدر تاخد، يبقى الكلام في السياسه والجدل والخلاف داخل هذه الاحزاب، داخل البرلمان، داخل الاعلام الرسمي والتقليدي، بدل ما يبقى في وسائل واقفيه
بعيد عننا فنتفاجأ بحاجات مش كويسة. فيبقى أنا عندي أحد أهداف الحوار أقوي الأحزاب المدنية المصرية، أقوي العمل الأهلي الرسمي اللي هو يقدر يساعد الدولة ويكون عون ليها في أقوي، أدي مساحة أكبر من حرية الإعلام، لأن هو أيضا أنا يهمني أن الناس تقرأ تتفرج على برنامجك وعلى صدى البلد وعلى كل الفضائيات، على الأخبار، على الأهرام، على الجمهورية، على المصري، على الشروق، على الوطن، على كل الوسائل الإعلام اللي هي ليها قواعد تحتكم ليها وليها معايير مهنية، بدل ما أفاجأ أن هو راح لوسائل إعلام ما نعرفش طالعة منين ومين اللي بيمولها ومين اللي بيعملها، فالناس تتصرف عنها. كلما كان هناك تنافس سياسي صحيح، كلما كانت هناك قوة مدنية حقيقية، كلما كانت هناك مساحة من تنوع المحتوى، كلما كان ذلك في مصلحة الوطن قبل أن يكون في مصلحة النظام أو المعارضة. الرئيس في كلمته الحقيقة اتكلم عن دور مهم المفروض يبقى للبرلمان، خصوصا أن احنا ممكن نحتاج لتعديل قوانين، وانت عضو في مجلس الشيوخ، هل الدور ده في المرحلة الحالية ولا الدور ده هيبقى في المرحلة الأخيرة؟ أنا أظن دور التعديلات يكون تاليا للحوار، بمعنى الناس تقعد الأول، يعني كما تعلم اللجنة المنظمة للحوار والأكاديمية الوطنية للتدريب أرسلت خطابات لعديد من الأحزاب والقوى السياسية والإعلاميين والشخصيات العامة، وقالت لهم بوضوح نحن نرحب بكل أفكار ليكم وآليات، وكان ده تصرف حكيم ومحترم، أنك لا تصادر على حق أي شخص في أن يشارك ويرسل. ده يختلف عن حق المشاركة الفاعلة، يعني أنا من حق الناس كلها أن ترسل وحق الناس كلها أن تجتهد. ثم كان هناك تطور مهم جدا وهو الإعلان عن أنه اللجنة الأكاديمية الوطنية للتدريب هي مجرد مكان، لكن هناك ربما صيغة إدارة محايدة مش مكان طبعا إدارة كاملة بالضبط، أنه في إدارة محايدة بالضبط كده. فده تطور مهم. ده لما بعد ما الناس تقعد افكار تيجي تتصنف تترتب، بعد كده يحدث النقاش، ممكن يبقى فيه تصور على سبيل المثال لجان مختلفه، جزء ناس بتناقش الاقتصاد، ناس بتناقش السياسه، ناس بتناقش الاجتماع، ناس بتناقش اي مجال من المجالات، بحيث ان احنا نبقى في سله من الحاجات، انه في مدخل، والله هل الاصلاح السياسي الاول ولا الاصلاح الاقتصادي، طيب ايه المعني بده وايه المعني بده، وبالتالي لما نصل الى توافق ما حول هذه الاقتراحات وهذه الأفكار نتكلم وقتها عن الدعوة إلى الحاجة إلى تعديلات دستورية. الرؤية لمستقبل مصر، احنا عندنا رؤية 2030، هل دي هتبقى جزء ممكن يتعدل من نتائج هذا الحوار؟ بطبيعة الحال نعم. أنت لا تتحدث عن قرآن أو عن كتب سماوية مقدسة، أنت رؤية 2030 رؤية جيدة جدا على المدى البعيد، بس انت عندك احيانا تطورات. على سبيل المثال ساعة ما حطيت رؤية 2030 ما كانش في عندك كوفيد 19 ولا كان عندك الحرب الاوكرانية. الحرب الاوكرانية لخبطت العالم كله، كان في تصور سياسي، تصور عام ان في عالم مندمج في العولمة وبيتنافس، والصين وامريكا زي الفل وزي العسل. النهاردة فيه دعوة او مش دعوة، فيه واقع بيتبلور لإعادة اعتبار روسيا هي العدو للغرب، ماشي، وإعادة والتعامل مع الصين باعتبارها عدو محتمل قريب ينبغي كبح دماغه. طيب انت داخل على استقطاب حاد وثنائية قطبية تكاد تكون استنساخ للتجربة الماضية مع اختلاف التفاصيل. طيب ده هيرتب ايه على العالم؟ القوى الكبرى دي هتيجي هتتعامل مع كل دولة على حدة باعتبارها بمنطق بوش القديم، اما معي او ضدي. وطبيعي جدا ان الكتلتين الرئيسيتين الغرب بقياده امريكا والشرق بقياده روسيا والصين سيحاول ايضا ان يدمج يجذب كل طرف. لا، الحقيقه دلوقتي ما بقاش في فرصه لعدم الانحياز. بالضبط، الزمن اختلف والظروف السياسيه اختلفت، لانه العالم به اكثر اندماجا. فده كل دي لخبطت النظام اللي ما يقدرش يشوف ده. بيه عندك في المقابل تاني شباب مختلف بيفكر بطريقه مختلفه. طيب الدنيا رايحه فين؟ هل القوى الامريكيه، ان في كلام النهارده عن ان الدولار بيفقد قوته وانه الصين هتاخد الرياده وانه في عملات مشفره، في تطورات رهيبه. ده كله بيخليك تقدر تقول هعيد النظر مش في الاسس بتاعه ال 2030 من حيث ان هي التنميه والتقدم والرخاء والنهوض، لا، من حيث ان انت كيف يمكنك ان تتعامل مع التغيرات دي بطريقه صحيحه
بحيث ان انت تعظم مصالحك وتقلل من اي تحديات موجوده. الرئيس الحقيقه الكلمه اللي ما تتنسيش في افطار الاسر المصريه، الخلاف في الراي لا يفسد للوطن قضيه. اعتقد ده ينفع يبقى شعار الحوار. طبعا هذا يعني اهميه هذا الشعار انه طلع من رئيس الجمهوريه، لانه بعض الناس كان يظن انه ان الخلاف مع شخص هو خلاف مع الوطن. الخلاف انا في ظني حتى هذه اللحظه الخلاف مع الوطن هو مع الارهابيين، مع المتطرفين، الذي اساسا هو لا يعترف بفكره الوطن. بالظبط. يعني انت بتختلف مع حد، انت قاعدين انا وانت دلوقتي بنتفق انه في قانون وفي دستور. ممكن نختلف، انا حضرتك بحب الزمالك، حضرتك بتحب الاهلي، انت بتحب ما اعرفش ايه بايه، دي كلها خلافات. السياسه الاقتصاديه، هل نعمل المشروع ده الاول ولا الثاني، هل نعمله بالطريقه دي ولا، دي كلها خلافات فنيه اقتصاديه سياسيه مشروع، طالما انها تتم تحت يافطه ومظله الوطن. اما انك تيجي تقول لي انه الوطن ده مش موجود والولاء لكذا كذا، وانت اساسا لا معترف بالدستور ولا بالقانون، طب احنا محتاجين الاول نتكلم في ايه؟ محتاجين الاول نتفق على البديهيات. يعني في اي عقد قانوني يجي يقول لك تعال نعرف المصطلحات الاتيه، حيثما وردت هذه الكلمه فهي تعني الاتي، فانت مش متفق اساسا مع، مش معترف بالدستور، مش معترف بالنظام، مش معترف بشرعيه الشعب ب 30 يونيو. دي حاجات اساسيه عليك انك، لكن فيما عدا ذلك انت تجتهد. ما فيش حد فينا يملك الحكمه الكامله، كل واحد فينا رأيه صحيح، صواب يحتمل الخطأ أو خطأ يحتمل الصواب. إعلام جماعة الإخوان الإرهابية شايف تأثيره إزاي؟ أنا أظن هذا الإعلام كان له تأثير ربما في وقت ما، لكنه فقد جزء كبير من تأثيره، لأن الجماعة نفسها، الجماعة يعني قبل شهور قليلة جدا كانوا بيقطعوا هدوم بعض وبيتهموا بعض علنا، أنا ما بألفش من عندي، الناس كلها تعرف أنه جبهة محمود حسين مع جبهة إبراهيم منير دخلوا في صراع مين المرشد، عملوا اتنين مرشدين، عملوا حركتين، قالوا البعض انتوا حرامية وانتوا سرقتوا فلوس التبرعات وفلوس الناس اللي معرفش بتوعهم خدوها، فده هم بيقولوا كده. الشباب، جزء من شباب الجماعة الذي كان ما زال يصدق، كفر بجزء كبير جدا من، لما انت بتشوف الناس القادة اللي كانوا بالنسبة له منزهين عن الخطأ وبيعملوا في سبيل الله بيقولوا ده، فطبيعي جدا انه يفقد ثقته. ودي نمرة اتنين، الوضع نفسه السياسي همج جماعة الإخوان تماما وهمش التعاطف معه. بس النقطة الثالثة، هو إعلامه قائم على إيه؟ ليس على برنامجه ولا على أهدافه، قائم على اصطياد ثغرات هنا أو هنا، إن في حادثة حصلت في طريق فمات فيها كذا، إيه الحق؟ طيب هو فقط يعتاش على صحيح أو اصطياد حادثة هنا أو خبر أو مسؤول يطلع يتكلم يقول تعبير يعني مختلف عليها او بتاع يحتمل التأويل فيطلع، يبقى دي هو عايش عليه، هي دي، ده اعلام لا يستطيع ان هو، يعني ده اعلام بيصطاد في الماء العكر. قد يكون ده وارد في العمل السياسي بس مش هو، ما يبقاش كل شيء. فبالتالي كمان انت السياسه المصريه نجحت ان هي تحاصر هذا الاعلام في العديد من المواطن التي كانت تدعمه دعما صريحا وواضحا. هل هذه الأطراف مازال، نعم بتدعمه بطريقة سرية بس قل كثيرا، نتيجة ايه؟ ما انت جزء من قوتك كدولة ان انت القوى التي كانت تناصر هذا التيار كانت تتبجح في لحظات كثيرة جدا وتطلع وتوقف وتقول انتهى، الآن هي التي تخطب ودنك وهي التي تقول لك نريد ان نتصالح ونريد أن، والدولة القوية دي هي اللي بتعمل الحوار الوطني، هي اللي بتعمل الحوار الوطني. انا عايز اختم بسؤال بعيد عن الحوار الوطني، احنا شفنا بعض ماتش الاهلي زملكاوية بيحفلوا على الاهلي، انا افهم التحفيل في الدوري ما افهمش التحفيل في بطولة كانت هتضاف لمصر، وانت راجل زملكاوي ايه رأيك في اللي حصل ده؟ بص انا رأيي الواضح والصريح واللي بقوله بوضوح والله، وبعض الزملكاوية بيتهموني ان انا فقدت جزء من زملكاويتي، انا فيما تعالى ما بحبش الاهلي ماشي، بس الجملة هنا غير كاملة، لما الاهلي بيلعب في افريقيا في اي مكان تاني بشجعه قولا واحدا، ما كنتش بعمل ده زمان، بس في السنوات الأخيرة بدأت أدرك أي فوز للأهلي هو فوز لمصر ماشي، وينبغي أن يكون هذا شعور الزملكاوية، وينبغي أيضا أن يكون شعور الأهلاوي. للأسف الشديد الإعلام الرياضي قولا واحدا لعب دور سيء جدا في زيادة التعصب بالأصل، الصناعة على الأهلي والزمالك مش الخناعة على منتخب مصر. فبالتالي نتمنى أن احنا، يعني حزنت أن الأهلي خسر البطولة، وربنا يوفقه في المرات الجاية، وأتمنى نخسر الدوري كمان.
وربنا يوفق الزمالك كمان يا رب. نورتنا الكاتب الكبير عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ رئيس تحرير الشروق. نورتنا. اشكرك اشكرك اخي. يا رب نكون عرفنا يعني نساعد في بس ان احنا نوصل. لو قدرنا نتعامل مع الاهلي والزمالك صح ربما هننجح كمان في السياسه وفي الحوار الوطني. ان شاء الله نعرف نتعامل مع الاهلي والزمالك صح وان شاء الله الحوار الوطني هينجح ان شاء الله. تصبحوا على خير واستنونا الخميس الجاي في كلمه السر.